والسلام عليكم متابعينا، تبارك الله عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، في امان الله، حفظكم الله، رعاكم، اموركم كلشي مزيان، كلشي بخير على خير. مهمه بيا كنت باغي نمشي نرتاح مع راساتي، وكنت ما فيا ما يصور هذا النهار، ما ندير لا فيديو لا حتى شي حاجه. جيت من الخدمه عيان، وانا نهز التليفون كنقلب شي شويه، وانا كنتلاقى غير مع الفضائح الكبرانات، فضائح النظام الكبرانات لا تنتهي فضائحهم، ما كتساليش كاع، لا في النقمة العربية، لا ما اللي وقع مع فرنسا في جماجم، فضائح لا تنتهي للكبرانات. ومهم دوك الناس ما تفهم والو، ما تفهم حتى شي حاجة. مهم شوفوا هذا الفيديو بعدا على وزيرة الثقافة الفرنسية شنو قالت ديك الساعة، نكملوا. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre de la Culture. Merci. Monsieur le Président, Madame la sénatrice Morin-Desailly, merci de votre engagement sur ce sujet. Je sais que vous portez cet engagement de longue date et c'est un enjeu qui me tient très à cœur. Cette politique de restitution, c'est regarder notre histoire en face, c'est nouer des relations de partenariat et d'amitié nouvelles avec d'autres pays, avec d'autres peuples. C'est un chemin subtil, respectueux, qui est un chemin qui n'est ni celui du déni, ni celui de la repentance, qui est celui de la reconnaissance. Je voulais vous apporter quelques précisions sur le cas des crânes algériens qui ont été déposés, non pas restitués. En effet, les autorités françaises et algériennes ont mis en place en décembre 2017 un comité mixte qui était chargé d'identifier formellement ces restes humains dans les réserves du Muséum national d'histoire naturelle. Il y a eu un travail d'étude rigoureux qui a duré 18 mois. La commission est arrivée à la conclusion que 24 crânes sur 45. Voyez, هذا هو النظام الكبرانات. مع الأسف الشديد، اللي ما فهمش هذا الفيديو هذا، قال كسيدي وزيرة الثقافة الفرنسية صرحات في البرلمان بان داك الجماجم غير سلفوهم الكبرانات وغادي يرجعوهم مازال. واش هذا لا يعقل هذا الشيء اللي كنسمعوا؟ واش هاد الناس واش كيفكروا بالعقل ولا شي حاجه؟ او هما داروا لهم واحد استقبال الجماجم، جيبوا داك الشيء البروتوكول، شحال الاخر، جيبوا العائلات، جيبوا الناس، جيبوا هادو. هما اصلا ما عرفوش واش الجماجم ديال بصح ولا ماشي ديال بصح. كاين عدد كبير ديال الناس كيقول لك فضيحه هذوك الجماجم، راه ماشي ديال بصح، غير جماجم مزوره. ودابا كتزيد وزيره الثقافه الفرنسيه كتكمل عليهم، قال لك سيدي غير سلفنا لهم وغير رجعوهم. سيدي ما شاء الله ما شاء الله، هذا النظام كيفكر نظام الكبرانات. المهم ما تفهم حتى شي حاجه شنو هاد الشيء اللي كيدير. وزيد شنو دار في النقمة العربية، فضائح في القمة، عفوا النقمة ولا القمة، انا كنسميها النقمة العربية هذيك، فضائح لا تغفر. كما شفتوا في افتتاح القمة العربية، داروا الافتتاح وجابوا شنو داروا؟ داروا فو دارتيفيس شي ساعة ونص، داك اللي حاضرين تما كيتسناو باش كيشوفوا الفو دارتيفيس كيتشير الشهب الاصطناعيه. واش هادشي كيتقبل؟ واش هادشي العقل كيدخل في العقل؟ الشهب الاصطناعيه بداك الشيء، واش هادشي هذا؟ الناس واش ما عندهمش الوقت؟ واش بحالكم مساليين مع قبكم، ما عندكم لا شغل، ما عندكم لا حتى شي حاجه، وبغيتوا الناس كلشي يبقاو كيتسداوكم معاكم تما، وجالسين هكا كيتسناو حتى سالي الشهب الاصطناعيه. اسيدي عندكم الثوره ديالكم، وعلاش كتدخلوا هذا الشيء ديال في النقبه العربيه مع الثوره ديالكم؟ كاع كلشي الدول داروا الثوره، ولكن راه داك الشيء ديال خاص بالدوله ديالهم، ماشي كيدخلوا فيها الناس اخرين. واش هذا الشيء هذا؟ اش هذا اش تخربيق؟ وزاد كمل عليها داك الراديو ديال القيس ديال تونس، ابقى تما شي خطاب استهلاكي، دا 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 دا. الناس نعسوا وفاقوا. هو مازال تما ما عارفش بلي البروتوكول
بروتوكول ديال استسلام الرئاسه كتكون شي كلمه زوينه غير بالزربه، وهو بقى تما فلسطين الاخر الجزائر نفعلو ونتركو واش هاد الشيء هذا. المهم راه تلاقاو، المهم لا داك الراديو ديال تونس لا هذا ديال الكبرانات، خلي على الله وصافي. هاد الناس هادو المهم تلاقاو، واش غنقول لكم. وزيد على ذلك كيما تكونوا شفتوا داك اللقطه اللي قفز بالزين بالزنا الرئيس في البالكون فوق وكيقولوا له سيد الرئيس سيد الرئيس كلمه سيد الرئيس، هو الفوق وهما لتحت وطالقين داك العصات، وشنو كيقول لهم؟ عاشت الجزائر، ماذا تقول عن فلسطين؟ عاشت الجزائر. الله الله عليك يا رئيس، واش من رئيس هذا والله، واش من أمة هذه. وزيد على ذلك الإخوان هذاك قالهم من لم يحضر في وقته لا تقبل شكاية، قالوا من يريد أن يأكل في الفندق، فندق برمشة السمية ديال الفندق، يحضر فورا، ما عليك إلا حضور فورا. هذا الشيء ما كيكون عند الرؤساء ديال الجزائر، راه ما يكون عند حتى شي حد اخر. ما شاء الله عليكم، العظمه العظمه مع هذا الرئيس، العظمه مع هذه الدوله. المهم والله العظيم اللي كيبردوا علينا، كيبردوا علينا الاخر بلاد، كيكون مع الروتين ديال النهار والمشاكل ديال الدنيا، كيجي كيسمع لهادو كيتفرج على هادو، كلشي كيتفوج، كلشي الامور كتولي هي هذيك، ما شاء الله عليهم وصافي. كيفرجوا علينا لواحد الدرجه ما تصورش، ونتمنوا مازال يستمروا هكا، يبقاو عاوتاني يفوجوا علينا. عاوتاني داك هذاك المحامي اللي جاب داك الزبل، المهم ما كنبغيش نذكر السميه ديالو، قال له راه الاخر قدم دعوه بالمخزن المغربي، ما شاء الله عليك، انت اللي غتقدر على المخزن المغربي ولا غتقدم دعوه بالمخزن المغربي. الفضائح ديالكم، هذا النوع هذا هو اللي غيقدم الدعوه للمخزن المغربي، المخزن المغربي عارف شغالو، عارف اش كيدير. هاد الناس المهم غتحير مع هاد الناس، هاد القوم هادو ما تفهم فيهم حتى شي حاجه، كلشي ديالهم ماشي هو هذاك حتى شي حاجه. وزيد على ذلك داك النقمه العربيه ما خرجت حتى شي نتيجه، كيما دازوا النقامات الاخرين كلشي بحال ما كيخرجوش بشي نتيجه، ما خرجوا حتى بشي حاجه، كلشي داك المهم داك الشيء غير تخربيق، غير تروينه، غير الاخر داك الاعلان ديال التالي. المهم كيما كان بقينا في 2018 ولا قبل كاع، وداك الشيء كلشي بقى هكا. المهم راه اصلا ما كاين شيء، قال كسيدي بغاو هما يديروا المصالحه الفلسطينيه، والله عليكم الصلاحه الفلسطينيه، هادو كيطبعوا، كيفاش كيطبعوا؟ وهذاك هذاك اللي مطبع مع اسرائيل، وهذاك اللي مطبع مع ايران، بغيت تصالحوهم، واحد كي عباس لاسرائيل، هذاك حماس لايران، مع هذو اللي بغيت تطبعوا، بغيت تجمعوا الشمل. وما شاء الله عليكم، المهم تبارك الله عليكم الاخوان، حفظكم الله رعاكم، واسمحوا لي يمكن راني متوتر شي شويه، راه كنت باغي نمشي نرتاح، ولكني قلت علاش ما نطلش عليكم بهذا الفيديو، وتفوجوا شي شويه، حفظكم الله رعاكم، وتحياتي للجميع. ما تنساوش بالاشتراك بالقناه، الله يجازيكم بخير وبارك الله فيكم. الى الفيديو المقبل ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.